عن وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بني سويف وتحديدا في سدس الأمراء امبارح، وهو موجود هناك زار أسرة من الأسر المقيمة في سدس الأمراء واتكلم معاهم كمان في تفاصيل كتيرة يا جمان. صحيح يا شاذلي، خلينا نعرف بقى التفاصيل دي ونعرف كل اللي حصل في هذه الزيارة ومدار بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأسرة من الأستاذ عادل فكري وكمان زوجته السيدة سناء مرعي اللي معانا على الهاتف. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ جوان، منور الدنيا والله. ده نورك، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني قول لنا بقى في البدايه، اتفاجئت بزياره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايه اللي حصل؟ احكي لنا واحكي للساده المشاهدين كمان. والله حضرتك احنا كنا عارفين ان الرئيس هينزل بني سويف ان شاء الله قريه سدس الأمراء مركز بيبا. فكان عاملين له منصه هنا جنب العماره عندنا في الاسكان الاجتماعي، منصه قريبه خالص للشقه بتاعتي، يعني مفيش اقل من 200 متر يعني. فساعتها لما جه ونزل من العربيه طلع على المنصه دي والقى الكلمه بتاعته للجماهير اللي كانت واقفه والمنسقين بتوع حياه كريمه، وبعد كده نزل من على المنصه دخل يتفقد الاسكان الاجتماعي. فانا كنت اول عماره على ايده الشمال على طول ووجدته داخل الشارع. فطبعا كنا بنحييه من البلكونه انا واسرتي، ونادت عليه قلت له اتفضل عندنا يا ريس، اتفضل عندنا يا ريس. طلل لي كده لفوق وابتسم وقال لي حاضر انا طلع لك فوق. كنت متوقع بقى الاستجابه دي؟ لا والله ما كنتش متوقعه خالص يعني. طيب اتفضل استاذ عادل، انا شايفك مسكت في الرئيس على الغدا. اه والله عزمت محمد زي على الغدا، وهو كان اقرب مننا يعني، راح هو اللي قال لي لا انتوا اللي تيجوا تتغدوا معايا. كنتوا جاهزين وعاملين حسابكم ان في غدا؟ والله يعني اي حاجه كنا نجهزها لسعاده الرئيس يعني، بس يعني هو مش قيمته يعني ولا مقامه يعني، احنا مهما نعمل يعني ما نديلوش قدره يعني.